محمد، أبرز ما تطرقت إليه الدورة 52 لوزراء الإعلام العرب. نعم صلاح، يعني بالفعل هي دقائق قليلة وتبدأ فعاليات اليوم الثالث والأخير من فعاليات مجلس وزراء الإعلام العرب الذي انعقد على مدار يومين ماضيين. كانت جلسات مليئة بالتشاور والحوار في مختلف القضايا التي تهتم أو تتلامس مع الإعلام العربي ومجمل التحديات التي تواجهها الدول العربية وكيفية مواجهتها إعلاميا بما يخدم المصالح العربية المشتركة. يعني هذه الدورة كانت غير عادية واستثنائية نظرا لهذا الزخم الكبير، أكثر من 13 وزيرا للإعلام العربي شاركوا في فعاليات هذه الدورة بالإضافة لعدد كبير جدا من رؤساء الهيئات الإعلامية والإذاعات ورؤساء التحرير الصحف وعدد كبير جدا من الإعلاميين والصحفيين العرب للتباحث والحوار ووضع جدول زمني ووضع آلية لتنفيذ التوصيات. هذه المرة كان الاهتمام ليس فقط على إصدار توصيات لكن متابعة آلية لوضع آلية لتنفيذ هذه التوصيات ووضع جدول زمني للوصول بها إلى نتائج مرجوة تساعد يعني الإعلام العربي في النهوض وحل الأزمات العربية. طائلة المفاوضات في هذه الدورة كانت مليئة بالملفات، أكثر من 15 ملفا كانت على طائلة المفاوضات، يأتي في مقدمتها دائما قضية العرب أجمعين، القضية الفلسطينية التي يعني اهتم مجلس وزراء الإعلام العرب للتأكيد على دعم القضية الفلسطينية وتوحيد خطاب الإعلام العربي تجاه القضية الفلسطينية، ويعني الشكر والثناء الدائم على الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين لما يواجهونه ومن عدوان دائم من يعني الاحتلال الإسرائيلي. أيضا كان هناك مقترح قرار على طائلة المفاوضات يعني لاعتبار يوم 11 من مايو هو يوم للتضامن مع الإعلام الفلسطيني، هو يوم يعني استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة، كان التأكيد على يعني إتمام هذا القرار ليكون يوما للتضامن العربي مع القضية الفلسطينية. أيضا كانت على طائلة المفاوضات يعني قضية الإرهاب، وهي القضية من القضايا التي يعني يهتم بها الإعلام العربي لتوحيد الخطاب الإعلامي لوضع حلول جذرية تعالج قضية الإرهاب ومعالجتها بشكل إعلامي يعني يخدم التغلب على هذا الملف. أيضا كانت التباحث في قضية التنمية المستدامة 2030، يعني وضع خطط ووضع آليات تساهم في يعني تحقيق هذا الهدف المرجو، والتأكيد على وضع آليات للتواصل بين الدول العربية من خلال أجهزتها الإعلامية يعني توحيد الصوت العربي وتوحيد الصف العربي تجاه مختلف القضايا. أيضا كان هناك اهتماما نعم صلاح، يعني تمام، تفضل على عجالة، تفضل محمد. يعني كان هناك اهتمام بالاستراتيجية العربية يعني 2020-2026، وهي الاستراتيجية التي وضعت بنقاط محددة للنهوض بالإعلام العربي والتواصل الدائم ووضع آلية للتواصل بين مختلف الدول العربية من خلال هذه الآلية لتوحيد الصفوف العربية وتوحيد الصوت العربي للوصول إلى الأهداف المرجوة.